في البداية أقول لما هنيجي نتكلم عن إن الملك عايز شقته ولا عايز إيجار، إيجار عادل. إيجار عادل طبعا هم الأمور هتتفاوت من ملك للآخر لآخر، سيما وأن استمرار هذه العلاقة أدى إلى مشاحنات اجتماعية ما كناش نتمناها طبعا. ما بين الجيران اللي كانوا بيحبوا بعض، أدت الأجرة الباخسة إلى إن في لا ده دلوقتي مشاكل في عدوات يا دكتور وخناقات طبعا بالظبط كتير وقواضي كتير وبلاوي وصلت. كتير. فهي القضية النهاردة إحنا علشان نحل مطلوب إن إحنا نكسر المشكلة. المشكلة في حد ذاتها عشرات من القوانين، مراكز قانونية مختلفة. أنا عندي حوالي 3 مليون شقة، منهم مليون واحدة سكنية مغلقة. هل عودة هذه مليون مليون واحدة مغلقة؟ مغلقة. طب هل لو الوحدات المغلقة رجعت لأصحابها هتضر أحدا؟ لا خلاص انت يبقى هنا إحنا كده، بتتكلم على تلت المشكلة تقريبا، يبقى إحنا كده كسرنا المشكلة. حد بس حضرتك عندك يعني ثقة وفقا في لبيانات وفقا لبيانات الجهاز المركزي في اخر احصاء، كانوا التعبئة الجهاز العامة المركزي والإحصاء. للتعبئه العامه والاحصاء بيتكلم على مليون وحده، يعني انا مأجر وحدة بالإيجار القديم وقافلها وساكن في حتة تانية. وساكن بقى خدت شقه كده. فهو تمام. هذه الوحدات لو رجعت لاصحابها يبقى احنا كسرنا تلت المشكله. هترجعها جبرا؟ حد هترجعها جبرا؟ خليك بس، لا ما خليك تتكلم لا برضه لا عشان لا اصلا اديني المشكله. فرصه، ده سؤال، اديني، لا ما ده سؤال كويس يا ما دكتور. قلناش حاجه، بس اديني فرصه اكمل الفكره. لا اصل فكرتك حلوه، فعشان حلوه خلينا نناقشها معاك وانت ماشي. بالتأكيد انت بتقول ان احنا، وانا معاك بالفكره واعتقد الدكتور وائل معانا، ان احنا نحلحل المشكله نفتتها بدل ما هي طبعا، مجعلصه. تمام. فانت بتقول انه وماذا تلت يمنع، المشكله. ايوه وماذا يمنع ان هي ترجع جبرا القانون للجهاز يمنعك، ما انا المركزي؟ بسأل. ما القانون احنا يمنعك، عايزين نعدل القانون بقى، ما هو انت بتتكلم بقى يبقى ده تعديل. ما احنا انما بنتكلم في القانون التعديل. يمنعك ان انت تخلي حد، انت ليك عندي ايه؟ الايجار بدفعه لعقد اتحدث شريعه المتعاقدين، ده بالنسبه يا للقانون. لا فندم. هل في القانون انه لو انت مش مستخدم العين لا ما فيش الكلام حتى ده، لو لا ما بدفع؟ فيش الكلام لا ده، ما ما فيش فيش، الكلام لا ده ما خالص. فيش. فاحنا كده قدام عقبه. احنا بنتكلم عن حلول يا فندم، انا بتكلم عن حلول. ماشي. اذا كنت احنا بنمشي في وسط البلد هنا بنشوف الشبابيك كلها انا بس مطفيه، عشان ما هو ما فيش. ينفعش يبقى في نقطه قانونيه وانا راجل لا لا محلي لا عندك تعدي. حق، لا وهو عنده انا حق، يا فندم انا هو بتكلم هنا عن دكتور حلول. وائل بقى انه ده الاقتراح اللي بيقترح. احنا بنتكلم عن حلول، ان تمام. احنا علشان نحل المشكله لو انا خليت فانت بتقترح اولا انه الوحدات او العين المغلق يرجع العقاريه، خلال مهله قصيره جدا، المغلق يرجع. ان القانون يتعدل بحيث يلزم المؤجر اللي مش مستخدم العين انه يرجعها لاصحابها. خلينا نحط الفكره في سياقها. القانون الحكومه مبدئيا نقدر نقرا الحكومه بتحل ازاي دلوقتي. الحكومه قبل ما بترميش حد في الشارع، الدوله المصريه ما بترميش حد في الشارع، كويس. شفناها في مثلث ماسبيرو وشفناها في العشوائيات بتخلق البديل. تمام. يبقى مبدئيا ما فيش حد بيتخلق الا اذا كان عنده حل. البديل. يبقى ده القاعده اللي الدوله بتشتغل عليها ونحن نقدر نقراها، كويس. واحنا بنقترح اقتراحات. لا انا معاك الحقيقه عداله في فكره العين المقفوله دي، حتى لو انا برمي للراجل 6 جنيه في الشهر ولا 5 جنيه في الشهر وبتاع وعامل شلل للوحده. لا الكلام ده لو انا حياتي فيها وعيالي فيها وبتاع نتكلم. كنت في مناقشه في مكان، فبيقول لي لا احنا محتاجين نعدهم على وجه التحديد. قلت له انا اعدهم ليه؟ اذا كانت هي مغلقه فتبقى ترجع، سواء كانوا زادوا عن مليون شويه او اقل من مليون ايا شويه، كان عددهم. ايا ما يكون عددهم. صح. ننتقل الى مرحله اخرى نكسر بها المشكله. اللي ثابت ان هو عنده سكن اخر او معاه رخصه مباني وبقى عنده عماره تانية، او حصل على ايوه شقه من شقق الدوله. شقه من شقق الدوله او ارض من الاراضي الدوله واصبح عنده البديل خلال مهله قليله، لازم يمشي. يتركها. لازم اللي عنده يمشي بديل. صح. اللي عنده بديل. نبدا نتكلم في حالات الزياده. يعني طبعا سياده المستشار وائل بيتكلم عن لجان تقدير، انا بقول له هي متقدره فعلا. متقدره ازاي؟ ان عندنا الحصر السنوي للضرائب العقاريه بيحدد قيمه الايجار للوحدات السكنيه على مستوى الجمهوريه، وبعد ما اللي بيحددها بناء عليه بيحدد قيمة الضريبة. قيمه الضريبه بعد. وده بيتم التلاعب فيه. يعني خلينا نتكلم، يعني النهارده بيروح يقدم مثلا لو انت مأجر عند فلان بجنيه يقول لك لا خليه كذا عشان لا الضرائب. لا لا طب الضرائب لا ده اسمحني بس موجود. هقول لك، لا لا موجود في لا لا الشغل. لا يا والدي لا ثانية واحدة. لا لا انت في فرق ما بين اللي انت بتقدمه وما بين تقديرات اللجان. يعني ما هو بالراحة تقدير بس اللجنه، يا فندم، تقدير بالراحة اللجنه عليا. لا اتفضل. لا اللجان بتنزل، ده اللجان نزلت عندنا. يعني انا ساكن هنا في الشيخ زايد، اللجان قبل الضرائب العقارية نزلوا، مجتمع عمراني مجتمع عمراني او تجمع شمالي او الكومباوندات، وجابوا كل بيحدد الداتا. بالمتر. قال لك التمليك بكام، المتر في الارض بكام، اللي بيتاجر بكام، وعملوا متوسطات. ده احنا بالعكس، ده احنا اعترضنا عليهم في الاول ودخل. ايوه اعترضنا لانهم كانوا معليين. طبعا. وقعدنا نكسر نكسر لحد ما وصلنا الرقم قادرين يعني نمشي نزق معاهم يعني فيه. هي القضية مش بالضرورة تكون الأجرة الجديدة
في التعديل القادم ان تكون 100% من الضرائب العقاريه، ده لو ابتدت بنسبه وبعد كده تزيد لحد ما تصل الى القيمه اللي موجوده. طيب يبقى الاول انت بتتكلم على الوحدات المقفوله ترجع، المقفول يرجع، اللي عنده بديل، اللي عنده بديل، اللي عنده بديل يرجع خلال مهله قليله جبرا، هنا الزاما الا يضره. لا انا بتفق مع البند الثاني اللي هو اللي عنده وحدات بديله، الدوله تنص على كده. لو طب استنى بقى نروح لفاصل وارجع اقول لي ليه مختلف على الثانيه. ماشي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل والكلام موصول في هذا العصف الذهني يعني وصراع الافكار اللي احنا بنقوله محاوله للوصول للحل. وهنا الدكتور وليد قال على فكره متعلقه بوجهه نظره بتكسير المشكله، طول ما هي مشكله قائمه بذاتها كده مش عارفين نحلها، نحاول نحلحلها او نفتتها بالجزء الاول، وهو ان الوحدات المقفوله ترجع لاصحابها فورا خلاص، لانه كده كده ده دليل على ان المستاجر مش مستفيد بيها، ده صحيح. فده معناها انه يمكن عودتها لمالكها، ده رقم واحد. اتنين، الوحدات اللي ممكن تكون مستخدمه بس الملاك عنده بدلها واحد واثنين وثلاثه، ممكن برضو خلال فتره زمنيه مؤقته ترجع لاصحابها طالما المستاجر عنده بديل. واثنين، هنا الدكتور قال ان انا متحفظ شويه على النقطه الثانيه. دكتور وائل، هو التحفظ على النقطة الأولى إن أنا النهاردة هخلي الناس جبرا، لابد إن أنا بخلي الناس جبرا. لا ما احنا جبرا قلنا في تشريع التشريع ما لازم أقول للناس، أطمن الناس. ما الناس النهاردة لما أقول له لا لو كده يبقى هتمشي. احنا بنتكلم يا دكتور على قانون جديد، قانون جديد يعني تشريع. ما هو التشريع الجديد لازم أنص فيه على إن أنا النهاردة لما تكون أنت قافل وحدتك لمدة سنة اثنين ثلاثة. ما هو ده اقتراح الدكتور. ماشي. لا بس القضية هي القضية خلينا بس نتكلم بالراحة. هو قافلها وعنده وحدة ثانية. تمام. طالما هو قافلها ده عنده الحسنيين يعني. ما هو لما يعرف ان في تشريع من الصبح هيرجع الصبح يقعد في الوحده. هي القضيه خلينا بس يعني ايه هنكمل. في تشريع انا عايز اكمل الفكره. اسمح لي بس خلونا اكمل. صعب يقعد، صعب يرجع. ليه؟ انت بتتكلم دلوقتي على واحد عنده شقه مثلا في المنيل ولا في المنيره ولا في الحته دي ومش عارف ايه، قافلها عاملها مخزن ولا عاملها مكتب ولا عاملها اي حاجة. وخد حته ارض وراح بنى فيلا في التجمع ولا بنى فيلا في الشيخ زايد او كذا وكذا. تمام. وعايش فيها هو ولاده، لو سمع عن القانون هيلم نفسه ويسيب التجمع ويرجع يعيش في المنيره؟ لا هيشغل العين. لا يشغل باي حد، ما ينفعش. لا بنفسه برضه بناس يجي بالليل يروح بيشغل عين. خلينا نكمل. هي الفكره هو بس لا اصل هو محتاج بقى اثبات ان انا متواجد وبابات وحياه دائمه ولا لا. تامر بيه خلينا بس ان ايه، خلينا نوضع مجموعه من القيود اللي تؤدي في النهايه الى الوسيله. فان هو كان شغالها، هو سايبها ليه؟ عشان عنده بيت تاني. صح. اذا كان عنده بيت تاني ورجع فهو هيخرج خلال مده قليله عشان البديل التاني اللي انا قلت لحضرتك ان عنده عليه البند التاني اللي هو اذا كان عنده اكتر من وحده. ان انا خلوني بس اكمل الفكره. الافكار بتاعتها لما بنتقل لانتقل الى مشكله كبيره جدا، وهي غير غرض السكن للاشخاص الطبيعيه. الحكومه حلت غير غرض السكن للاشخاص الاعتباريه، ده ليه ما ينضمش اليه الاشخاص الطبيعيه؟ لانه عامل مشكله جدا كبيره جدا. وهي ايه بقى؟ ان انا كشاب لما بفتح مشروع في مكان او بفتح عياده في مكان، اللي مأجر ايجار قديم بيقلل السعر علشان يخسرني وانا كشاب، وبعد كده بيرفع السعر بعد انا ما اخسر وقف للنشاط بتاعي. عامل مشكله، عامل اختلال في السوق. فمن المهم جدا ان غير غرض السكن خلال فتره قريبه تكون محرره. عايز ادخل على جزئيه زياده الاجره. زياده الاجره دي من المهم. احنا مش بنتكلم على الاخلاء بقى، احنا بنتكلم على ان انا بدفع 6 جنيه، لا حتى انا كمستاجر هدفع بالسعر العادل للوحده. زياده الاجره ممكن تحل المشكله كلها. ازاي؟ هتحل ازاي؟ انا مبدئيا لابد ان يكون هناك حد ادنى من الاجره مرتبطه بالحد الادنى للاجور. المعايير العالميه بتتكلم عن من 18 ل 25% من دخل الاسره بتكون للايجار، بنعملها كنسبه وتناسب للحد الادنى للاجور نبدا منه. رغم هو تحدد عندنا ب 2700 جنيه مثلا للموظفين و 2400 للعاملين، لكن في ناس ما تقدرش. اللي ما يقدرش وتم الاعلان عنه والمقترحات اللي ظهرت من الاخبار اللي طلعت لنا من مجلس الوزراء، ان هيكون في صندوق معين لدعم المستاجر غير القادر. المستاجر غير القادر على فكره حتى وان كان هناك مهله للتحرير وعوده الوحدات الى اصحابها، مش هينفع الناس كلها في يوم واحد. ان كانت المهله سنه او اتنين او خمسه او عشره او ايا ما يكون، مش هينفع في يوم واحد نخلي الناس كلها. صح. لكن تقديم حوافز من خلال الصندوق، ان انا بقول للمستاجر خلي بالك انت في شقه قديمه عقار قايل للسقوط،
الصندوق ده هيدعمك ان هو يقدم لك مقدمه شقه من الشقق اللي بيتم الاعلان عنها بنسبه 3% اللي بتتكلم عنها الدوله دلوقتي. لو انا قلت له بدل ما انت في مكان استفيد وتعالى اتفضل، الدوله بتقدم لك وحدات سكنيه بفايده 3%، ده قليله جدا جدا. لو كان الابهات والجيل الاول وجدوا والدولة وفرت لهم الفرصة دي من اول من بدايتها، كان زمان الوحدات ملكهم. دي فرصة ثمينة جدا، لان فكرة اعادة الهيكلة اللي بتقوم بها مصر دلوقتي في كل قطاعاتها بما فيها قطاع الاسكان مهم جدا ان احنا نستفيد. انا تابعت حضرتك لما بتتكلم في مبادرة 3% وبتقوله ثمن الشقة. انا كنت اتمنى انك ما تقولش ثمن الشقة، تقول ثمن القسط يعني، بس هو لان ثمن الشقه بيخض. انا صح. قضيتي في ايه؟ ان قسط الشقه اقل من قسط من الاجره في الايجار الجديد. مظبوط. يبقى انا النهارده بدل ما اقول ادفع ايجار جديد، لا انا هدفع قسط ولكنه ايجار، هيبقى لي ايه؟ دي فكره التمويل العقاري. هو ده التمويل العقاري. يبقى لي المقدمه. لو الصندوق تكفل وساعد الناس قالت لهم لو حبيت تسيب هتلاقي عندك مزايا، ده شيء كويس جدا. بالتالي لابد ان يكون لدي غايه. ايه الغايه؟ اللي خلال 3 سنوات نكون الموضوع انتهى، يكون المساله. طيب احنا هنقف عند النقطه دي. ايه رايك في فكره تقبل الملاك لمساله مش الاخلاء، مساله تعديل في الايجار؟ ده لازم يتم الكلام ده كله زي ما بقول لحضرتك، لازم الدوله هي الوسيط. فالوسيط لازم يقول حكمت على فلان بكذا وحكمت على فلان بكذا. ده وضع طبيعي. ده تشريع، لازم نمشي، البلد لازم تمشي، مش هنستنى. طب انت ايه رايك؟ لا طب مش هيعجبه. طب وانت ايه رايك؟ لا برضه مش هيعجبه. طبعا هو في الاول لازم يتعمل زي ما بيحصل دلوقتي اللي هو الحوار المجتمعي يا باشا، الحوار المجتمعي بس في النهايه لازم يبقى في قرار. لازم يبقى في قرار.